السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي تبع قناة ليت جيمز كل الأشياء. قد أرجعناكم فيديو جديد في قناة لعبة مودرن شيب. مثل ما تعرفون فيديو نزل أمس عن طور الدبابات والقتال به، وفيديو كان مهم وبيه شغلات مهمة جدا، دبابات زائدا طائرات مروحية بالقتال. هذا دليل يدل على انه تطور الدبابات نفسه الاول راح يكون به مروحيات بالقتال، اما تطور الطائرات والدبابات يعني طائرات المقاتله فراح يكون بعده. تطور الدبابات راح يكون بالسنه القادمه، والطائرات والدبابات المشترك ب 2024 اذا غلطان عمر يا شباب. اللايك والمشاركه جدا مهمه لهذا المقطع، 500 لايك راح اشرح لكم بعض الامور المهمه اللي جزء عبرت عليكم ما فهمتوها، وبعض الاسئله اللي اجتني يا اصدقائي. بنفس الوقت راح يكون يا شباب مقاطعنا قليله هالايام لاني راح اكون بعمل وحتى ما اقدر ابث، فاحتمال يكون لو مقطع لو مقطعين باليوم الى يوم الخميس ان شاء الله. اول شيء يا شباب، طور الدبابات راح يكون منفصل كليا عن طور السفن. اوكي، احنا حكينا بهذا الامر سابقا. عندنا مثلا خلينا نجي على مثلا اي سفينه، عندنا بيوتر فيالكي مثلا، هنا مثلا نشوف المروحيه ار اتش اي ار اي اتش عفوا، هاي مروحية ممكن واحدة من المروحيات راح تستخدم بالطور. البدن مالتها مثلا هنا نقول 5000، بطور الدبابات ما راح يكون 5000، يكون اقل مخفض. بالفيديو نفسه اللي شفناه واللي نزلته اني كفيديو شورت كات وبالتيك توك وبالتليجرام بالقناة، كان انه الطائرات تنضرب ضربتين ثلاثة تفجر المقابيلة، كتوقع كان بوت ودمه مو كامل، اي الطائر ما مطوره. نفس الوقت الشخص اللي كان من المطورين يستخدم الطائرة كان بدنها 3000 وهي الطائرة الروسية. كل أسلحة الطائرة الروسية نفسها موجودة المروحية طبعا بنفس مود السفن، لكن هنا شنو مخفضة الدمج، مخفضة الطائرة كبدن حتى يكون اكو توازن باللعبة، يعني مو معقولة بدنها مثلا نقول 7000 وتجيب دمج بالضربة 21000 وتدخل ضد الدبابات. سؤال طرح من بعض المتابعين، يا ليث الان احنا طائرات شفناها، اين الدفاعات الجويه؟ لو تلاحظون بدايه المقطع اللي نزل يا شباب انه كانت المدرعه الام 113 بيها مدفع رشاش للدفاع الجوي، مخصوص للدفاع الجوي. اذا عندنا دفاعات جويه يا شباب موجوده بطور الدبابات ضد المروحيات وحتى ضد الطائرات من تنزل. ليس من المعقول ان ينزل طور دبابات وبطائرات وما عندك شيء تضرب الدبابات. كذلك البي ام بي 2 موجوده وراح تكون متاحه، وهي بها ميزتين، تشتبك مع الطائرات ومع الدروع. اشتباك مع الطائرات تكون مدفع الرشاش الخفيف مالتها، كذلك الدبابات مدفع الرشاش راح يكون يشتبك مع الطائرات يا اصدقائي. صنوف الدروع راح اشرحها لكم في فيديو قادم ان شاء الله بالايام القادمه، راح تشوفوه راح اسجل لكم وارتب لكم وانزل لكم جدوله بالايام القادمه. راح نحكي عن صنوف الدبابات اللي راح تكون متاحه بالمود هذا، وهل يكون بتير 1 وتير 2 وتير 3 ام لا، راح تعرفوه ان شاء الله كله بالفيديو لاحق ان شاء الله. الان ناتي طور الدبابات، هل راح يكون بالجرافيك اللي متوقعه؟ من الفيديو اللي شفناه الجرافيك اتوقع وصل الى حد مقبول جدا، ما اقول لكم وصل الى حد البي سي لكن مقبول جدا كلعبة جوال. لهذا الصبر مهم يا اصدقائي، انت كل ما تصبر كل ما راح يكون مثل ما نقول تجيك نسخة كاملة مكملة من الجرافيك والاداء والفيزيائية باللعب بشكل كبير، مثل السفن. لان يعني عندنا السفن حاليا نعتبرها الجرافيك مالتها جدا عالي، مشكلتنا نعم بالفريمات و اللاج القوي، لكن انت تريد لعبة متكاملة فالشركة جاي تعمل على هذا الشيء. اذا اطمئنوا من ناحية الدبابات والطائرات راح يكون اكو دفاعات جوية موجودة، واحدة من النماذج هو ام 113 مع مدفع الرشاش الامريكي المضاد للجو راح يكون متاح يا شباب. هاي حبيت اوضح لكم هذا امر. ونقطة اخيرة يا اصدقائي، الماب هل هو يتسع العدد؟ طبعا 5 ضد 5 اكيد يتسع ل 5 ضد 5 واكثر، والمود اللي شفناه بالفيديو هو مود كابتشر ذا فلاج او بوينت كابتشر عفوا، اي احتلال النقاط. فانت هنا راح يكون شيء حلو، اكو طائرات تحميك واكو دبابات تحتل، شيء جميل راح يكون اكو اسناد. الان ممكن اخر سؤال يطرحه المتابعين، يا ليث
كيف الدبابة حول إلى الطائرة؟ هل أكو إسناد مباشر؟ أكو شغلتين تحليل هي وليس تأكيد. ممكن يكون أكو استخدام لطائرة دبابة مثل السفينة والطائرة المروحية بآن واحد، وممكن شغلة ثانية تنزل بطيارة تفجر تحول على دبابة والعكس صحيح. وإذا صار هذا الشيء اللي أقوله ممكن دبابة تفجر تحول طيارة، شيء جميل جدا، وصل نسخة وور ثاندر كاملة. أشوفك قادم، في أمان الله.